بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي، المنهج السعودي الفصل الدراسي الأول. معاكم ناصر سالم من أكاديمية قلم للتعليم والتدريب. ما زلنا شغالين في الفصل الثاني، فصل الإحصاء والتمثيلات البيانية، والنهاردة إن شاء الله ناخد الدرس الرابع. الدرس الرابع بيتحدث عن المتوسط الحسابي، وساعات بنسميه الوسط الحسابي. يبقى يا إما بنسميه المتوسط الحسابي أو بنسميه الوسط الحسابي. فكرة الدرس إيه؟ بيقول لي أجد المتوسطة الحسابية لمجموعة من البيانات أو لمجموعة بيانات. يبقى إيه المفردات؟ يبقى المفروض أعرف يعني إيه المتوسط ويعني إيه المعدل، وهو المعدل هو المتوسط والقيم أو القيمة المتطرفة. إيه كلمة إيه فكرة المتوسط؟ أنا مثلا لو عندي ترابيزة طاولة مثلا وموجود عليها بعض الأشياء كده، وهذه الأشياء مثلا متباعدة، يعني لو حطيت هنا خمسة ولا حاجة وديت لها مركز، لها مكان كده يعني مثلا بتقف عليه، فلو وقفت واتزنت يبقى النقطة الموجودة عندي ديت هي نقطة المتوسط الحسابي أو الوسط الحسابي، بنسميها نقطة مركز الثقل. مركز الثقل بمعنى ايه؟ بمعنى عند النقطة دي الترابيزة بتتزن بالكامل بكل ما عليها، فبنسمي هذه النقطة مركز الثقل. خلينا ناخد كده ايه، ناخد النشاط اللي موجود عندي وان شاء الله تتضح الصورة. بقول لي بلغ مقدار نمو خمس نباتات او نبتات خلال اسبوع 4 سنتي و3 سنتي و5 سنتي و1 سنتي و2 سنتي. اعمل نموذج من مكعبات سنتيمترية لتمثيل مقدار نمو البيانات في الاسبوع. عملنا نموذج من المكعبات. اعد توزيع المكعبات ليكون لكل نموذج العدد نفسه من المكعبات. بمعنى ايه؟ انا هنا عندي 4 مكعبات وهنا 3 وهنا 5 وهنا 1، المواضيع مش متزن بقى، انا عايز نقطة الاتزان او قيمة الاتزان. بعمل ايه؟ روح منزل من هنا واحدة على ديت، وروح منزل واحدة تانية على ديت، وهكذا، بحيث ان دي في النهاية يديني قيمة هي مركز الثقل او هي المتوسط الحسابي المجموع القيم. يبقى نحلها ازاي بقى؟ بقول يوجد معدل نمو النباتات الخمس خلال الاسبوع. يبقى المعدل عبارة عن ايه؟ انا بجمع 4 زائد 3 زائد 5 زائد 1 زائد 2، اجمعهم على عددهم هم كام؟ 1 2 3 4 5، يبقى على الخمسة. نجمع كده 4 و3 7 7 و5 12 13 15، يبقى 15 على الخمسة يساوي كام؟ يساوي 3. يبقى انا لو زودت هنا مكعب 3 وهنا حطيت 3 وهنا 3 وهنا، هتلاقي كلهم يتوزعون بمستوى واحد، وهو القيمة المتوسطة. واللي افترض ان لدينا نبتة سادسة تنمو بمقدار 9 سنتي خلال اسبوع، اذا اعدت توزيع المكعبات مرة ثانية فما عدد المكعبات عندئذ؟ خلينا احنا كان كام؟ 15، يبقى 15 اضيف عليها 9 واقسم على الستة مرة تانية، يبقى 24 على الكام؟ على الستة، فيها ليه؟ فيها الاربعة. يبقى لو عندي قيمة تانية 9 حطيتها هنا كده، هوزع اعيد توزيع الايه؟ اعيد توزيع المكعبات بحيث ان كل عمود يبقى 4 مكعبات. اتمنى تكون فهمت معايا وان شاء الله تفهم معايا مع الامثلة القادمة. بيقول من المفيد عند تحليل البيانات استعمال عدد واحد لوصف مجموعة البيانات، وكان الاختيار الملائم لهذا العدد في النشاط على هو العدد 3 اللي احنا جبناه، والذي يمثل المتوسط الحسابي أو معدل أعداد المكعبات الناتج عن إعادة توزيعها بشكل متساوي. يبقى أنا لو أعدت توزيعها بحيث كل عمود يبقى 3 كله هيبقى متساوي.
ويمكن اعتبار المتوسط الحسابي نقطة توازن مجموعة البيانات، كما يمكن إيجاد المتوسط الحسابي المجموعة من البيانات حسابيا. بجيبه إزاي؟ مجموع الأعداد على عدد الأعداد. يبقى المتوسط عبارة عن مجموع الأعداد على عدد الأعداد. مثلا مجموعة من الأعداد دي 4 زائد 3 زائد 5 زائد 1 زائد 2 على عددهم كام؟ 1 2 3 4 5. يبقى بجمع 15 على 5 يساوي 3، وهي قيمة المتوسط الحسابي أو الوسط الحسابي. طيب ناخد مثال آخر، بيقول لي في الشكل المجاور اوجد متوسط عدد الطلاب لكل نشاط. عندي طريقتين، طبعا طريقة اللي هي طريقة إعادة توزيع الأشكال، والطريقة الثانية الطريقة الحسابية. خلينا نبدأ بالطريقة الحسابية، الطريقة الثانية. الطريقة الثانية ايه؟ المتوسط ده هيساوي، أبدأ أجمع 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى 9 زائد 1 2 3 4 5 6 زائد 6 زائد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، يبقى زائد 11. هنا 1 2 3 4 5 6 زائد 6 على عددهم كام؟ 1 2 3 4 على عددهم 4، يبقى يساوي 9 و6 15، 15 هنا و11 5، 15 و10 25 1 26، يبقى 32 على الكام؟ على الأربعة، يبقى فيها الثمانية. يبقى أنا لو أعدت الطريقة الأولى بقى إعادة التوزيع، الطريقة الأولى إعادة التوزيع بمعنى إيه؟ بمعنى أنا أخلي كل صف 8، دي 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى الواحد ده أشيله وأحطه هنا. طيب وهنا دي 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى أنا أشيل واحد وأحطه هنا. هتصبح اللي فوق كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، وده 8، هنا كام؟ ده هنا 10، يبقى اشيل الاثنين دول واحطهم هنا، يبقى دي بنسميها اعاده التوزيع. اصبح كل صف كام؟ كل صف هيبقى 8 اشكال، وبنقول عليه القيمه المتوسطه او قيمه المتوسط. يبقى انا عندي طريقه اعاده توزيع الاشكال، ودي مش هنستخدمها، تعرفها بس، والطريقه الثانيه وهي طريقة الحسابية أو الطريقة الحسابية. طيب ناخد مثال آخر، بيقول لي التمثيل بالأعمدة المجاور يظهر أعداد أقراص الألعاب التعليمية التي اشتراها بعض الطلاب، أوجد المتوسط الحسابي. يبقى آدي المتوسط الحسابي يساوي، أنا عندي كام؟ واحد، 1 2 3 4 5، يبقى في المقام أقسم على 5، نجمع هنا كام؟ 2، هنا ده 0 زائد حسام كام؟ حسام 6 زائد فؤاد 4 زائد زهير كام؟ بين الاثنين والاربعة في 3، يبقى 3، نجمع 2 و6 8، 8 و4 12 و3 15، يبقى 5 15 على الخمسة يساوي كام؟ يساوي 3، وهو المتوسط الحسابي. طيب بيقول لي القيم التي تكون أعلى كثيرا أو أقل كثيرا من بقية القيم بنسميها القيم المتطرفة. احنا القيم بتبقى ايه؟ بتبقى قريبة من بعضها كده، قريبة ده زيادة عن ده 2 3 10 وهكذا. في بعض القيم بقى بتزداد بكمية كبيرة أو تقل بكمية كبيرة، هذه القيم بنطلق عليها قيم متطرفة. ومن أحد عيوب، يبقى نقول أحد عيوب المتوسط الحسابي هو تأثره بالقيم الايه؟ بالقيم المتطرفة. لذلك احنا دايما بنقول عشان يكون المتوسط الحسابي مقياس جيد لازم اعزل الايه؟ لازم اعزل القيم المتطرفة. خلينا ناخد مثال، بيقول لي كان عدد الدقائق التي استعمل فيها راشد الهاتف في آخر 5 أشهر على النحو التالي: 494، 502 زادت حاجات بسيطة 12 13، هنا 486 قريبة برضه، هنا 690. شايف الفرق؟ حوالي 200 200 قيمة. بعد كده 478، يبقى بسمي هذه القيمة متطرفة. يبقى خلينا نجيب المتوسط كده، المتوسط الحسابي باستخدام القيم المتطرفة ومن غير القيم المتطرفة، يبقى 494
زائد 502 زائد 486 زائد 690 زائد 478 على الكام؟ ادي 1 2 3 4 5 على الخمسة. خلينا نحسبها بالآلة، يبقى 494 زائد 502 زائد 486 زائد 690 زائد 478. خلاص كده ده بيساوي لما نقسم كده على الايه القسمة على الخمسة، هيساوي كام؟ هيساوي 530. يبقى الناتج المتوسط الحسابي بيديني 500. ملاحظ المتوسط الحسابي ايه؟ كبير، يعني اصبح كبير. فلو عزلنا القيمة المتطرفة، خلينا نعزل القيمة المتطرفة كده، يبقى نجيب المتوسط الحسابي 494 زائد 502 زائد 486 زائد 478 على الكام بقى؟ 1 2 على الأربعة. يبقى خلينا نحسبهم كده، خلينا نحسبهم بالآلة، خلينا نحسبهم كده، يبقى 494 زائد 502 زائد 486 486 زائد 478. خلينا نقسمهم على الايه؟ نقسمهم على الأربعة، هيساوي كام؟ هيساوي 490. هيساوي 490. يبقى ده المتوسط بعد عزل القيمة المتطرفة. لاحظ ايه؟ وجود قيم متطرفة بيخلي المتوسط يبقى كبير، عزل القيم المتطرفة بيدينا المتوسط بقيمة أصغر بكثير. بيقول لي حدد القيمة المتطرفة في قيم الأسعار الآتية بالريالات: 110 120 قريبة 110 135 140 120 105 440. لاحظ ان هي قيمة ايه؟ قيمة متطرفة. عايزين بقى نجيب المتوسط باستخدام القيمة المتطرفة ومن دون القيمة المتطرفة. يبقى المتوسط هيساوي، خلينا نجمع كده، يبقى انا عندي 110 زائد 120 زائد 110 زائد 135 زائد 140 زائد 120 زائد 100 وكام؟ 105 زائد، خلينا نجيب ال 400 معاه، 400 وكام؟ 440 على الكام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى على الثمانية، خلينا نجمع كده، يساوي نجمعها بالآلة الحاسبة، يبقى 110 زائد 120 زائد 110 زائد 135 زائد 140 زائد 120 زائد 105 زائد 440 على الكام؟ على الثمانية، هيساوي 160. يبقى المتوسط الحسابي 160. طب خلينا نحسب المتوسط الحسابي من دون القيمة المتطرفة. طيب هيساوي 110، دي 110 زائد 120 زائد 110 زائد 135 زائد 140 زائد 120 زائد 100 وكام؟ 105 على الكام؟ 1 2 3 4 5 6 7. يبقى على السبعة، خلينا نحسبها كده، ممكن كام؟ 160 ديت، ال 160 هضربها في 8 واطرح منها كام؟ واطرح منها 440، عشان بس نحسبها بسرعة، 840. 840 على الكام؟ على السبعة، هيساوي 120. يبقى المتوسط الحسابي الآخر 120. يبقى كلما كانت هناك قيم متطرفة يؤدي إلى أن المتوسط الحسابي يصبح كبيرا، وكلما عزلنا القيم المتطرفة كان المتوسط الحسابي دقيقا بقدر كبير. وليوجد المتوسط الحسابي للبيانات الممثلة في الشكلين. هسيب لك أنا ده تمرين كده وأحل أنا هذا التمرين. يبقى المتوسط بيساوي، أنا عندي كام؟ 1 2 3 4 5، يبقى أنا هقسم على الخمسة. شاهد كام؟ شاهد 5 زائد ليان 4، يبقى 4 زائد نهلة 6 زائد لوجين 2، يبقى 3
زائد ريم كام؟ 6 7، يبقى 7، يبقى 5 و4 9، 15 18 18 25 على الخمسة هيساوي كام؟ هيساوي 5، يبقى المتوسط الحسابي يساوي 5. وقف الفيديو وحل هذا التمرين. طيب خلينا ناخد مثال آخر، بيقول لي اوجد المتوسط الحسابي للبيانات الممثلة في الأشكال الآتية. خلينا نجيب المتوسط، آدي المتوسط يساوي هنا 4 زائد هنا 2.5، يبقى 2.5 زائد هنا 3.5، 3.5 زائد هنا 1 2 3 4 5 6 زائد 6، هنا 1 2 3 4، يبقى على الأربعة 2.5 و3.5، خليها 3 يبقى 6، 6 و6 12، 12 و4 يبقى 16 على الأربعة يساوي كام؟ يساوي 4. خلينا نجيب المتوسط للتوفير الأسبوعي، يبقى بيساوي عندي كام هنا؟ 1 2 3 يبقى 3.5 زائد هنا 1 2 3 4 5 يبقى 5.5 زائد هنا 2 زائد هنا 2.5 زائد هنا كام؟ هنا 4 على 1 2 3 4 5 على الخمسة، 3.5 و5.5 يبقى 4 و5 9، 9 11 11 13.5 و4 يبقى 17.5 على الخمسة. خلينا نقسمها بالآلة، 17 نقسمها بالآلة عادي خالص، يبقى كام؟ يبقى 17.5 على الكام؟ على الخمسة يساوي 7 على الاتنين، يعني بيساوي 3.5، يبقى بيساوي 3.5. خلينا ناخد مثال آخر، يبقى نجيب المتوسط هنا، المتوسط يساوي هنا عامر كام؟ عامر 150، ادي 150 زائد 142 زائد 138، ممتاز ان حاطين الارقام، 146 على عددهم كام؟ على عددهم 5، يساوي نحسب بالآلة على طول، يبقى انا عندي 150 زائد 142 زائد 138 زائد 146 يساوي، نقسم على الكام؟ نقسم الانصر دي على الخمسة، يبقى على الخمسة هيساوي 115.5، يبقى بيساوي 115.5، 115.5. طيب نجيب المتوسط للقيمة ديت أو للجدول ده، بيساوي هيساوي 84 زائد 90 زائد 86 زائد 93 زائد 87، هنقسم على الكام؟ 1 2 3 4 5، يبقى على الخمسة. خلينا نحسبها بالآلة بشكل مباشر، نكتب بالكيبورد، تبقى 84 زائد 90 زائد 86، ادي 86 زائد 93 زائد 87، 87 هيساوي نقسم كام؟ نقسم على الخمسة هيساوي 88، يبقى المتوسط هنا هيساوي 88. طيب ناخد مثال آخر، بيقول لي لحل الأسئلة 10 من 10 ل 13 استعمل البيانات التي تمثل ارتفاع بعض الأشجار البرية في المملكة العربية السعودية في الجدول المجاور. اوجد المتوسط الحسابي للبيانات. المتوسط ده يساوي ببدأ أجمع البيانات، 30 زائد 6 زائد 10 زائد 15 زائد 15 زائد 8، طبعا القيمة 30 دي قيمة متطرفة على 1 2 3 4 5 6، يبقى على الستة. خلينا نجمع بالآلة ونقسم بالآلة بشكل سريع، يبقى أنا عندي كام؟ 30، يبقى 30 زائد 6 زائد 10 زائد 15 زائد 15 زائد 8 هيساوي الأنصر 84، نقسمها على الستة يبقى يساوي كام؟ هيساوي 14، يبقى المتوسط الحسابي يساوي 14. اوجد القيمة او القيم المتطرفة، احنا قلنا القيمة المتطرفة بتبقى اكبر من اي قيمة اخرى، 30 يبقى القيمة المتطرفة هي 30، الستة والتمانية قريبين من العشرة قريبين من الخمستاشر.
اوجد المتوسط الحسابي عند استبعاد القيمة المتطرفة. خلينا نجيب المتوسط بدون القيمة المتطرفة، يبقى 6 زائد 10 زائد 15 زائد 15 زائد 8، هنقسمها على الكام؟ هقسمها على الخمسة. يبقى 6 زائد 10 زائد 15 زائد 15 زائد 8 هيساوي 54 على الكام؟ على الخمسة. يبقى هيدينا 10.8، يبقى يساوي 10.8 ده قيمة المتوسط. طيب ناخد مثال آخر، بيقول لي هل الجملة الآتية صحيحة أحيانا أم صحيحة دائما أم غير صحيحة أبدا؟ فسر إجابتك. المتوسط الحسابي لمجموعة من البيانات هو أحد تلك البيانات. نعم، يبقى المتوسط الحسابي أحيانا، يبقى أنت ما تقول له إيه؟ أحيانا يكون المتوسط الحسابي أحد القيم المعطى، أحد القيم المعطى. وزي ما احنا شفنا المتوسطات اللي احنا جبناها كاملة يعني بتدي قيم غير القيم الايه؟ المعطى. يبقى غير القيم المعطى. يبقى طالما عندي حالة وحالة تانية يبقى بنسميها ايه؟ بنسميها هذه الجملة صحيحة أحيانا. يبقى هذه الجملة صحيحة أحيانا. طيب ناخد مثال آخر، بيقول لي كان عدد رواد أحد المطاعم في 6 أيام على النحو التالي 319 127 وهكذا. أي الطرق الآتية يمكنك استعمالها لتجد المتوسط الحسابي لهذه البيانات؟ علل اختيارك ثم استعمل تلك الطريقة لحل المسألة. رسم نموذج ممكن استخدمها، ولكن استخدمها في الأرقام الصغيرة. أنا أرسم نموذج زي نموذج ده بنسميه نموذج، ده بنسميه رسم نموذج. فما ينفعش في الارقام الكبيره، وانا الارقام اللي عندي كبيره فمش هينفع رسم نموذج، يبقى خطا. التقدير مش هينفع التقدير، فهتبقى الاله الحاسبه. عشان احسبها بقى بالاله الحاسبه بكتب المتوسط واجمع القيم واقسمها على عددهم اللي هو ايه؟ اللي هو 6 ايام. وليوجد القيمة المجهول سين على أن يكون المتوسط الحسابي للأعمار 40 و45 و48 وسين و42 و41 يساوي 45. يبقى هو عاطيني المتوسط، أنا بكتب القانون أهو، المتوسط يساوي، بكتب القانون عادي كأني عندي كل الأرقام. يبقى 40 زائد 45 زائد 48 زائد السين زائد 42 زائد 41 على العدد كام؟ العدد بتاع دي 1 2 3 4 5 6، يبقى على الستة. هو عاطيني المتوسط، يبقى شيل المتوسط وحط قيمته 45 يساوي، اجمع بقى الموجود عندي 40 و45، خلينا نحسبها بالآلة احسن، نعملها بالآلة. يبقى انا عندي 40 زائد 45 زائد 48 زائد 42 زائد 41 هيساوي كام؟ هيساوي 216. يبقى انا عندي 216 زائد السين على الكام؟ على الستة. انا هنا بضرب حاجة اسمها ضرب طرفين في وسطين، يبقى انا بضرب الاتنين دول في بعض والاتنين دول في بعض. الواحد لما بيتضرب في اي حاجة بيديني الواحد، يبقى 216 زائد السين يساوي 6 في 45، 6 في 5 ب30، صفر ومعايا 3، 6 في 4 ب24 و3 يبقى 27. عندي جمع، دي معادلة طبعا زي ما اخدناها قبل كده، جمع يتحول لطرح، يبقى السين هتساوي 270 ناقص 216. نطرح 0 من 6 ما ينفعش استلف، 6 10 يبقى 10 من 6 4، 6 من 1 5، و2 من 2 1، يبقى قيمة السين كام؟ قيمة السين 54. واللي اكتب إذا كان المتوسط الشهري لهطول المطر في خميس مشيط من شهر صفر إلى شهر رجب من عام 1437 هو 30 ملي مترا. يبقى ده المتوسط الحسابي، فحدد من دون إجراء أي حسابات كيف يتأثر المتوسط الحسابي إذا كان هطول المطر في هذه المدينة في شهر شعبان من العام نفسه 20. 20 يعني 20 أقل من
المتوسط. فطالما القيمة أقل من المتوسط يبقى إذا كان 20 هيؤدي إيه؟ هيؤدي أن المتوسط سيقل. سيقل. طيب لو كان 35، 35 أكبر من 30 يبقى المتوسط سيزداد. طيب 30 يبقى 30 يساوي المتوسط، يبقى المتوسط هيساوي نفس القيمة، يعطي نفس نفس القيمة أو يبقى كما هو. معايا كده؟ يبقى لو كانت القيمة 20 يبقى المتوسط هيقل عن 30، لو كان 35 يبقى المتوسط هيزيد عن 30، لو كان 30 يبقى المتوسط هيظل كما هو. طيب بيقول لي يبين الجدول بالأعمدة أدنى عدد اللوحات الفنية التي رسمها فيصل في السنوات من 1435 ل 1438، ما المتوسط الحسابي؟ خلينا نجيب المتوسط الحسابي هنا، يبقى يساوي 10. ده اختيار، فتحل كده في الهامش 10 زائد 11 زائد 14 زائد 9 على الكام؟ على الأربعة. 21، 31، 35، يبقى 4 وكام؟ 44 على الأربعة يساوي 11، يبقى المتوسط يساوي 11. بيقول لي يبين الجدول أدنى عدد الكتب المبيعة خلال أسبوع، ما المتوسط الحسابي لعدد الكتب؟ المتوسط يساوي 58 زائد 47 زائد 54 زائد 70 زائد 45 زائد 80، هنقسم ده كله على الكام؟ 1 2 3 4 5 6، نقسمها على الستة. خلينا نحسبها بالآلة بشكل سريع. يبقى دي 58 زائد 47 زائد 54 زائد 70 زائد 45 زائد 80، هنقسمها على الكام؟ هنقسمها على الستة، هيساوي 59. يبقى 59 الإجابة رقم ألف. خلاص، يبقى احنا كده بفضل الله أنهينا الدرس الرابع، درس في منتهى الأهمية، مهم جدا، وأي امتحان لن يخلو من إيجاد المتوسط الحساب. أتمنى تكون حليت معايا المسائل وفهمت معايا الدرس. نحن في أكاديمية قلم للتعليم والتدريب، لدينا منصة متكاملة على الإنترنت، بنحط فيها الفيديوهات ونضع فيها المذكرات اللي أنا بشرح منها دي. أنا بضع على اليوتيوب فيديو شرح الدرس فقط، إنما على المنصة فيديو شرح الدرس، فيديو حل تمارين على الدرس، فيديو حل اختبار منتصف الفصل، وفيديو حل اختبار نهاية الفصل، وفيديو حل الاختبار التراكمي، ثم بعد ذلك مراجعات نهائية وامتحانات كاملة، بحيث ان شاء الله ان انت تخش الامتحان تقفل الامتحان وتحصل على الدرجة النهائية. المذكرات اللي انا بشرح منها دي مذكرات موضوعة باحترافية شديدة، ان شاء الله مع كل درس هتلاقي مذكرة خاصة بالشرح ومذكرة خاصة بالتمارين، بحيث ان انت المذكرة تبقى معاك وتحل معايا. خلاص انت كده ان شاء الله يعني فرمت الدرس ومش محتاج اي حاجة. انا بطلع لايف كل اسبوع وكل اسبوعين مع الصف بالكامل، بستمع لاسئلتكم واديكم شوية نصائح، ونحل المسائل من اللي انتوا بتقف معاكم، ونحل تمارين كتيرة جدا جدا، وخاصة قبل الاختبارات النصفية والاختبارات النهائية. الاشتراك في المنصة اشتراك يعني رمزي جدا ان شاء الله، وهيكون مناسب للجميع. هسيب لك تفاصيل المنصة بالكامل ووسائل التواصل الاجتماعي، بحيث ان انت تقدر تتواصل معي بشكل مباشر، بحيث ان شاء الله لو عايز تشترك ان شاء الله تشترك في المنصة. اتمنى لكم التوفيق والتفوق، اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.